السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة امبارح بالظبط في حاجة كده برضو قريتها عن موضوع الدود اللي لقوه في الجراد وكده. طبعا احنا مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين، شوية في الكورونا شوية فيروس لاسا شوية مش عارف ايه. ففي الفيديو اللي موجود في حد زي ما احنا شايفين ان هو طلع الدودة من بطن الجراد، واللي قريته انه مش بس هي الفيديو ده، لا في حاجات تاني، في فيديوهات تانية او صور تانية لجراد تاني لقوا فيه برضه دود. طبعا الموضوع الناس تقول طب وايه يعني احنا مالنا نعمل ايه؟ لا، هو الفكرة ان في ناس بتاكل الموضوع ده، بتاكل الجراد، فمفروض ان احنا بعد حاجة زي كده الناس اللي بتاكل الجراد دي توقف شوية الموضوع لحد ما يتعمل زي بحث او يتعمل زي احصاء كده، ياخدوا عينة عشوائية من جراد في مناطق اكتر من منطقة واكتر من بلد، ويشوف هل الموضوع ده حاجة فردية ولا حاجة فعلا منتشرة، لانه هيبقى ممكن يبقى سبب في امراض انت مش عارف ايه اللي جواه ولا ايه الدودة اللي جواه دي. ده غير ان في تحذيرات برضو من اكل الجراد سواء بالدودة او من غيرها، ان هي لان الجراد كده كده بينزل بياكل النباتات والاعشاب، وبتبقى انت عارفين الغطان والحاجات دي بتبقى مرشوشة بمواد كيماوية ومبيدات حشرية، وبالتالي بتأثر على صحة صحتنا، صحة الانسان اللي بياكلها يعني. فيا ريت بس نوقف الموضوع ده شوية، وانا هسيب تحت في الوصف رابط لمقال برضو مكتوب كنت عامله عن الموضوع ده بالتفصيل، يعني في كلام كتير اكتر من اللي انا قلته، لكن انا عامل الفيديو ده مختصر يعني. وهسيب لينك برضو للفيديو الاصلي اللي انا نزلته في الفيديو بتاعي ده، ويا ريت اشوف تعليقاتكم لو في حد عنده معلومة تانية غير طبعا انا ما قلتش معلومات هنا، بس سايبها لكم تحت في الوصف بتاع الفيديو في الرابط بتاع المقال المكتوب. وربنا يحفظ الجميع يا رب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.